بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة جديدة من نجاح بلا حدود. أول ما كلمنا على في هي محطات، كل محطة بروح فيها في مفتاح من المفاتيح. أول محطة من المحطات دي كلمنا فيها على قوة الدوافع، وخصوصا الدوافع الداخلية، وإن عشان توصل للدوافع الداخلية إن أول حاجة لازم تعملها لازم تركز على هدفك. كلمة التركيز دي في منتهى القوة. لما تركز على حاجة، انت حتى لو عملت صبعك كده ركزت على هدف معين، هتلاقي المخين الشمال واليمين رايحين للتركيز الاثنين. فجزء لو انت بتكتب ايدك اليمين، جزء شمال من المخ مسؤول عن التحليل والمنطق، جزء اليمين من المخ مسؤول عن التخيل والابتكار. فلما تركز على هدف تبص تلاقي الاثنين رايحين بكل التحليل والمنطق وكل خبراتك وتجاربك وكل التخيل اللي عندك وكل ابتكاراتك اللي عندك، كلهم يروحوا عشان يدعموك عشان تقدر تحقق هدفك وتعيش حلمك. فأول حاجة في الدوافع الداخلية إنك تركز على الهدف. تاني حاجة التنفس. المخ بتغذى على الأكسجين، من غير التنفس كلنا نموت. عارف احنا ممكن نعيش من غير أكل لمدة ممكن تقعد لغاية أسبوع، ممكن من غير مية ممكن كذا يوم، ولكن من غير تنفس 5 دقايق كل المخلوقات تموت من غير الأكسجين. فأنت الواحد الأكسجين الهواء ببلاش، فتنفس كويس، إملى الرئة بالهواء. المخ بياخد تلت الأكسجين. فأول حاجة التركيز على الهدف، ثانيا التنفس، وتالت حاجة تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وبعدين التأكيدات الإيجابية. كلم نفسك صح. طالما انت بتكلم نفسك بتكلم نفسك وبتفكر، واحد يقول لك انا بكلم نفسي بقى مجنون، لا مش حكاية كده. كلنا بنكلم نفسنا بالأفكار، كلنا بنكلم نفسنا. ساعات حد ممكن يكلم نفسه بصوت مسموع، ودي هنتكلم فيها بعدين في قوة التحكم في الذات. فتعال نرجع تاني مع بعض عشان نتأكد ان عرفنا هنبني عليها حاجات كتير بعد كده. التركيز على الهدف، التنفس المظبوط املى الرئة، وتالت حاجة تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وبعدين التأكيدات الإيجابية باستمرار. فكر نفسك ان انت واثق بنفسك، افتكر ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. اللي ممكن يوقفك عايز ايه تاني؟ ده الله سبحانه وتعالى عارف خلق العقل وخلقك بايده الكريمة عشان يعظمك. فما تخليش حاجة في الدنيا ممكن توقفك. فالوقتي انت وصلت للتأكيدات الإيجابية، حط معها احاسيسك، لان اي حاجة تقولها لنفسك فيها احاسيس وشعور وتقولها اكتر من مرة تبقى اولوية بالنسبة للمخ، تبقى اعتقاد. فحط معها احاسيسك. وانا عاوز نعمل حاجة، عملنا حاجة اسمها الرابط الذهني، والرابط الذهني ان حاجة تفكرك بكل دول. فالوقتي نعمله تاني مع بعض. حط الصباعين دول سوا وتنفس بعمق، وانت بتطلع الزفير قول لنفسك انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. خلاص سيب صباعك، ارجع تاني امسكه، هتلاقي نفسك بتنفس بنفس الطريقة، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. كرر دي باستمرار، هتبص لي نفسك تتنفس بنفس الطريقة، تتحرك بنفس الطريقة، تلاقي تعبيرات وجهك تدعمك وتقول لنفسك أنا واثق بنفسي. وادي الرابط الذهني ده يوصلك للدوافع الداخلية. وقلنا إن الدوافع بتوصلك للطاقة، والطاقة ليها أصناف. عندك الطاقة الروحانية بتجيلك من الصلاة، فطالما أنت عرفت حكاية الرابط الذهني وأنت بترفع يديك لفوق تقول الله أكبر، خش فعلا، حط الوقت اللي أنت هتقضيه بتقضي 10 دقايق مثلا في الصلاة، قضيهم صح، خد منهم أكبر فايدة، وده هيبقى رابط ذهني بالنسبة لك. الله أكبر فعلا، يبقى الله أكبر، ما تفكرش في حاجة تانية خالص. وحتى لو ذهنك أخذك بعيد ارجع تاني وركز وخليك بين إيدين الله سبحانه وتعالى. أول ما تقول الله أكبر وتبدأ تصلي، خش واستفيد من الوقت ده إلى أقصى مدى. فالطاقة الروحانية، بعد كده عندك الطاقة الحسية. لما يكون عندك شعور وأحاسيس دي بتيجي من الحب، الحب الروحاني، الحب اللي بقى عارف مش مبني على بتحب حد عشان عاوز منه حاجة، لا بتحبه في الله. بتدي لك الطاقة الحسية. وبعد كده عندك الطاقة الذهنية. الطاقة الذهنية لما يكون عندك هدف نفسك فيه وبتفكر فيه وكاتبه وبتفكر في الهدف، التفكير في الهدف يخلي عندك طاقة ذهنية عالية ويوصلك للطاقة الجسمانية. الطاقة الجسمانية اتكلمنا عشان يكون طاقة جسمانية يبقى لازم فيها داخل فيها التنفس، لازم داخل فيها التحركات والتعبيرات، لازم داخل فيها المية اللي بتشربها، لازم يكون داخل فيها الأكل اللي بتاكله. عشان كده قلنا لما تيجي تقوم من النوم ما تقومش بسرعة، لأن الدم بيبقى مسطح. ادي لنفسك فرصة اقعد على السرير بس مش هتقعد أكتر من دقيقة، وبعدين خد التنفس التفريغي اللي بتاخد الشهيق وتحافظ عليه مثلا 10 عدات، وبعدين طلعه في 5 عدات، بتطلع الزفير نص الشهيق في الأرقام. وبعد كده التالي، بعد كده التنفس الطاقة القصوى، بتتنفس في 4 عدات وبتطلع في 4 عدات، بتخلي كرات الدم مليانة، بتتحرك، السائل موجود مليان طاقة. وبعد كده تعمل شوية شد للعضلات عشان العضلات مقفوشة. دي مش محتاجة حاجة، مش هتاخد وقت من وقت ولا حتى ولا دقيقة، لكن ممكن تنقذ حياتك من السكتات القلبية وتصلب شرايين. وبعد كده على طول اقف، وانت واقف امشي في مكانك، حرك نفسك شوية، تاخد حمامك، وانت بترجع غمض عينيك، وانت بعد ما تصلي وكلام ده كله غمض عينيك وشوف يومك.
يوم ممتاز مهما حصل مهما كانت التحديات، وانت برضو عايش يومك كويس. وباستمرار فكر لو اليوم ده اخر يوم في حياتي اقضيه ازاي، لو اللحظه دي اخر لحظه في حياتي اكلم مين، اكلم ازاي، افكر ازاي، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه، ممكن فعلا يكون اخر يوم، فاقضيه على احسن وجه. اللي فاضل حاجتين مهمين، طريقه اكلك وشرب الميه. طريقة أكلك محدش في الدنيا ممكن يقولك أدي الرجيم الصح امشي عليه، لا أنت عارف نفسك، عارف أن عندك احتياجات معينة، عايز بروتينات وعايز جسمك فيه المينيرالز والفيتامينات، امشي أنت تعرف المكونات بتاعت الجسم وكون، وعارف كويس قوي أنك لازم تتحرك، لازم تمشي نفسك، لازم تمشي، لازم تتحرك. واحد يقولك أنا ما أقدرش أمشي، تعرفه كنا في لوزيانا مرة، واحد قال لي تعرف دكتور كل اللي قلته رائع، بس حكاية إن أنا أجري وأمشي دي، ده أنا آخر مرة جريت فيها كان من سيارتي لبيتنا. ايه السبب؟ كلب الجيران كان بيجري ورايا، تخيل، يعني رأي ما بتحركش، ما بتحركش، وبعدين يتخن ويزيد ويتعب، ما ينفعش الكلام ده، لازم تحرك جسمك، لازم تمشي شويه. فعشان كده قلنا التنفس التفريغي، تنفس الطاقه القصوى، ده عشان تاخد طاقه عاليه، وبعد كده التحركات بتشد تشد الجسم، وبعدين بتمشي في مكانك، تاخد حمامك، بترجع تاني تعمل التخيل الابتكاري، تشوف يومك وانت فعلا ناجح فيه. وبعد كده طريقه الاكل، كل سلطات كتير مع الاكل، كل فاكهة خصوصا والمعدة فاضية، ما تاكلش الفاكهة خصوصا مع الأكل، لأن هتتظلم معاه. لما تاكل طبق تقيل مثلا عايز حتة لحمة، ما تحطش معاها رز وبطاطس، لأن نشويات مع بروتينات تاخد توصل لغاية 8 ساعات من الهضم، 8 ساعات من الهضم جسمك تعبان. وخصوصا قبل ما تنام ما تاكلش أكلات تقيلة، يعني ادي لنفسك حوالي 3 4 ساعات عشان تقدر تنام وانت مرتاح، وقبل ما تنام ما تفكرش في حاجة سلبية. بعد كده لازم تشرب مية، عندك الجسم أكتر من 80% 90% حتى من الجسم مية، دم بيسري، فلازم تشرب باستمرار. يعني في ناس كتير تقول لي دكتور انا ما عنديش، ما احبش طعم الميه، خلاص حط فيها اي حاجه لو عايز، حتى لو عصير بسيط، بس انت خد ميه شويه شويه لغايه ما تتعود انك تشرب، لان جسمك محتاج لها. ولو حسيت انك فعلا عطشان اشرب كميه تحس انك فعلا مليان، والميه عارف يعني الميه والهواء الاثنين ببلاش، والاثنين حاجات اساسيه جدا في حياه الانسان، يدولك طاقه عاليه. وبعد كده عايزك تتمشى شويه، اتمشى شويه، اتمشى شويه بره، شم هواء نظيف، انت هتخسر حاجه كلها 5 دقايق، ما انت بتقعد تضيع وقت كتير، بدل ما تقعد قدام، يعني ما عنديش مانع اتفرج على التلفزيون، جيب لك عجله من العجل المشهوره. ففي الحالات دي احنا بنسميها دبل تايم. يعني ايه دبل تايم؟ يعني بتستفيد من وقتك مرتين، بتتفرج على التلفزيون وبتلعب بالعجله، فتمشيها او تتفرج، هتلاقي جسمك بيتحرك نشاط نشاط، لانها باكج. لما تحرك جسمك وعندك نشاط بتاخد بالك من الاكل، افكارك تبقى صح، لما ما بتعملش حاجه بتتعب وتفكر غلط وتلاقي نفسك وصلت للملل والزهق والاكتئاب، فهي كلها باكج مع بعضها. فانا عايزك باستمرار نقي احسن حاجه لحياتك، طالما انت عايش عايش ليه لا، يعني ايه اللي خليك تخليها لبكره؟ لا دلوقتي. عشان كده لازم توصل لمرحله تقول انا حياتي مهمه، انا استاهل، وعشان استاهل يبقى لازم احطها في الفعل الصح دلوقتي. احنا اتكلمنا عن الدوافع، واتكلمنا عن الدوافع الداخليه، واتكلمنا عن الطاقه وازاي ممكن اوصل للطاقه تكون متكامله، سواء جسمانيا او روحانيا او حسيا او ذهنيا. كل ده انا محتاج له، طب اعمل بيهم ايه؟ انا عندي دوافع عاليه وفي نفس الوقت عندي طاقه عاليه، مش كفايه، لازم المهاره، لازم المهاره. يعني ايه المهاره؟ لازم اتعلم، لازم اقرا حاجه، مش ممكن اقدر احط هدفي في الفعل غير لما اكون اتعلم ازاي ممكن احطه في الفعل. دلوقتي المهاره، تعرف في ناس تقول له تحب تقرا، اقول لك اه احب اقرا، تقول له بتقرا فعلا، اقول لك لا، ممكن تشتري كتاب ما تقراهوش. ايه السبب؟ لانك ما انتش عارف انت عايز ايه من الكتاب ده، انت بتشتريه وخلاص، يمكن عشان خاطر اسم الكاتب او اسم الكتاب او المحتوى او الالوان او شكله، لكن لازم تستفيد منه. اللي موجود في الكتاب ممكن يغير حياتك 180 درجه. تعرف دي احصائيه من جامعه هارفارد عملوها سنه 62 وكررت اكتر من مره. لو تقرا، خد بالك من اللي هنحاوله، لو تقرا 3 كتب من نفس النوع، لو تقرا 3 كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع. لو تقرا 3 كتب في المبيعات تبقى من اقوى 5% في العالم في المبيعات. لو تقرا 3 كتب في الاداره، في التسويق، في القياده، في اي حاجه، في اي نفس الشيء، لان الكتاب ده مش كتاب لوحده، ده الشخص عمل ابحاث وسفريات وتجاربه وبتتعلم معلومات. فلما تاخده 3 مرات تخيل كميه المعلومات اللي انت ممكن تاخدها. فعايزك كل يوم اقرا 20 دقيقه، حط في سيارتك، حط في سيارتك اشرطه، اسمع الوقت الضايع ده، اسمع حاجه تدعمك، اوصل لمرحله تكون فعلا ماهر عشان تاخد هذه الدوافع وتاخد هذه الطاقه وعندك مهاره. لان المعرفه قوه، المعرفه قوه، والشخص اللي يعرف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المعرفه قوه. فلما يكون عندك معلومات الناس تحب تسال الشخص اللي عنده علم، تحب تساله، تلاقي ناس كتير حواليك. عشان كده عايز انا اتكلم بالتفصيل ان شاء الله
في الرحلة اللي جاية وفي المرحلة اللي جاية هنتكلم في تفاصيل المهارة. فلغاية دلوقتي لغاية ما اشوفك المرة الجاية ركز على هدفك، اتنفس بطريقة تدعمك، خلي تعبيرات وقت وتحركات جسمك تمشيك، عارف تديك طاقة عالية. وبعدين اتعلم، خد كتاب اقراه، دور منه، خد 20 دقيقة على الأقل كل يوم، حط في سيارتك أشرطة سماعية، اتفرج على فيديوهات، خلي حياتك تبقى تنمية بشرية، لأن هو ده اللي هيدعمك ويخليك تعيش حياتك بنجاح وسعادة. ولغاية ما اشوفك المرة الجاية عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك، لأنه ممكن فعلا تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى من قلبك، وعيش بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده على طول عيش بالفعل، عيش بالكفاح، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا في نجاح بلا حدود. وأول محطة كلمنا فيها كلمة في الدوافع الداخلية، لأن من غير الدوافع هتروح فين؟ إذا كانش عندك دافع لازم محتاج الدافع، والدافع بيديلك طاقة، والطاقة مع الدافع لوحدهم مش كفاية، ممكن الواحد يبقى عمل ينط كده بس مش عارف رايح فين، يبقى لازم توصل بعدها، لازم يكون عندك المهارة. والمهارة اتكلمنا إن أول حاجة في المهارة لازم تقرأ على الأقل كل يوم 20 دقيقة. اقرأ 20 دقيقة كل يوم، تعرفين أنا هرجع بيكوا شوية لورا للطاقة. أنا بتكلمت عن الطاقة، لازم تشرب مية. انا في ناس تقول لي في محاضراتي، كنت بلد من ضمن البلاد، كنا في جوله كنا بنزور فيها حوالي 10 بلاد، واحد بيقول لي دكتور لان لو شربت ميه بالمنظر ده يعني انا هنام في الحمام. قلت له انا عندي فكره عشانك، سيادتك البس بامبرز. الغرض من كده هو الموضوع ايه؟ ما انت لازم تشرب ميه، ما انت جسمك 90% منه ميه، ما انت لازم تشرب. هو مش على كيفك، دي مش حاجه لو عايزها ولا لا، ولا هاجي لك صلاه في الشرايين. فلازم توصل لمرحله انك تشرب ميه. تعرفين لما وصل عندك دوافع وعندك تركيز على هدفك وعندك طاقة عالية، وبعدين بدأت تتعلم وعندك مهارة جميلة جدا. تعرف حكاية المهارة دي؟ في قصة، كان كابتن اللي هو قبطان سفينة، السفينة باظت، الموتور باظ، ومحدش عارف يصلح له الموتور. وبعدين أخيرا لما كان الكابتن واقف على الشاطئ مش عارف يعمل ايه، الموتور بايظ، عدى عليه شخص بسيط جدا، قال أنا سمعت ان انت عندك موتور بايظ، في واحد قال لي هنا انا ممكن اصلحه لك. فالكابتن كان عنده كان مندهش جدا، قال له اتفضل، واخده على الغرفه اللي فيها الموتور. فالراجل راح مطلع شاكوش صغير كده من جيبه وقعد يخبط على الموتور ويبص الموتور، قعد يخبط على الموتور وراح لامس الموتور، راح مخبط على الموتور وقعد يسمع الموتور، واخيرا راح عامل مسمار معين راح ظبطه وراح خبط على الموتور وراح الموتور ماشي. فالكابتن كان سعيد جدا، قال له مش انت عملت ايه؟ قال له دي بقى المهاره، بس استنى لما تشوف الفاتوره. فراح مديله فاتوره، الكابتن بص في الفاتوره اللي مكتوب فيها $1000، قال له $1000 عشان 10 دقايق، انا عايز التفاصيل. راح مديله التفاصيل، قال له دولار عشان خبطت بشاكوش الصغير بتاعي، و $999 عشان عرفت فين اخبط. فين اخبط دي؟ هو دي المهاره. الناس مش بتدفع لك عشان وقتك، الناس بتدفع لك عشان قيمه وقتك. انت عارف واحد يقول لي ازاي؟ تعرف يا دكتور انا بيدفعوا لي مثلا $20 في الساعه ده بره. قلت له ماشي، انا عايزك تروح الشغل بكره ان شاء الله وبيدفع لك $20 في الساعه، واقعد ما تعملش حاجه في الساعه دي وشوف مين هيدفعها لك. ما حدش بيدفع لك حاجه في الساعه، بيدفعوا لك في قيمه الساعه. عشان كده في انسان بياخد ملايين من الدولارات في السنه، والتاني يا دوب عايش وعمال يشتكي. اتنين بيشتغلوا في نفس الشركه، شركه من شركات التامين اسمها لاند لايف، واحد راجل كبير، راجل دخل يعني كبر واشتغل على معاش حاجه 80 سنه، الراجل ده بيعمل فوق $1,000,000 في السنه، عايش في نفس الشركه، بيشتغل في نفس الشركه. واحد تاني يا دوب عايش بيعمل $4 في الساعه، وعمال يشتكي ان الوقت صعب، عمال يشتكي بس بيشتكي خلاص. ايه الفرق بين الاثنين؟ بيبيعوا نفس الزباين، بيبيعوا نفس السلعه ونفس الخدمه لنفس الوقت بنفس الطريقه كلهم بس الفرق في ايه؟ هذا الرجل كل يوم الصبح يقوم بدري يتمشى، واخد معاه بروشورات اعلانات عن شغله وعن اسمه وتليفونه والشركه، وراح حاططهم في اماكن مختلفه في العرف البوسطة يحطهم للناس، فبيتمشى وفي نفس الوقت بيبيع، وعمال يحط كل يوم، يحط بالالافات كل يوم، يحط 1000 عدي على البيوت، ياخد له 4 ساعات ماشي الصبح، يبدا الساعه 6 يخلص الساعه 10 وبعدين يرجع مكتبه. ما انت في اعداد، ده هنا قانون الارقام، الارقام دي كلها لازم تتكلم. فلا في ناس بتتصل بيه في التليفونات، ده كان بيعمل كده. الثاني يصحى الصبح الساعه 10 ويروح يشتكي، يقعد في مكتبه ياخد له واحد قهوه، يقرا الجورنال، وبعدين يشوف اذا كان فيه الزباين الحلوين، اذا كان حد اتصل بيه، هو لا حد طبعا سال فيه، يستنى كتير، لكن التاني عمال يجري، صح قبله من زمان. ادي الفرق بين الاثنين، بيبيعوا نفس الشيء لكن مش بنفس الاسلوب. واحد قرر انه يكون متميز، والتاني قرر انه يشتكي، وكل واحد فينا بيكبر على اللي هو فيه. فالعقل البشري كده هكبرك على اللي انت فيه. فانا لو عايز اكون عندي مهاره يبقى لازم اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه.
لازم استغل الوقت اللي في السياره، احط فيها اشرطه استفيد منها الوقت ده، فمهما يحصل حواليا ما يضايقنيش لان انا مستفيد بالوقت ده. تبص لها الناس الدنيا زحمه، اقعد ابص في الساعه، كل ما ابص في الساعه جيني نفسه، قال يعني لما ابص في الساعه حاول اسعوله بقى، بص في الساعه ما خلاص انت عارف ازاي، ما هي كده بس حط شريط يسمعه. لا عارف اسمع، اسمع القران، عايز تتعلم، عايز تحفظ القران احفظه وانت في السياره، هتبص لحاجه رائعه جدا لان لما بتسمعه اكتر من مره حط حاجه اسمعها اكتر من مره، بدل ما تقعد تحاول تسمعه بس سمعيا انت بتسمع وبتكرر، اقفل وبعدين اسمعه. عارف لما توصل من مشوار من هنا تكون خدت لك مثلا حته حفظتها، حاجه جميله جدا، ليه لا؟ يعني 1000 ساعه في السنه تحفظ فيهم القران بدل ما تقعد تشتكي مش عارف. فاستغل هذا الوقت، الاحاديث اتعلم مليانه النهارده، عندك اشرطه في منتهى الجمال، دكتور طارق السودان، عمرو خالد، عندهم حاجات جميله جدا في السيره النبويه، اسمع اتعلم. انا بخلي سيارتي، انا شخصيا لو تخش سيارتي اكنها مكتبه مليانه، انا لو ما سوقش اقعد ورا اخد معلومات على طول، اسمع اخد معلومات، لو انا سايق اتمتع اتمتع، احط احسن ناس في العالم واسمعهم. والحقيقه زي ما قلت المره اللي فاتت، النهارده المدربين العرب الفلاسفه بتوعنا العرب من رايي انا الشخصي لا يقلوا عن الخارج، بل يمكن يتفوقوا عليهم كمان. انا عايش بره بقالي 30 سنه وعارف، فعشان كده خد الناس من هنا اشتغل معاهم، لو هتعرف انجليزي وفرنساوي خد من بره كمان، دعم نفسك كبر نفسك، انت عايش عايش، ودي قوه المهاره، قوه المهاره. فاقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، اسمع اشرطه سماعيه، روح محاضرات بنفسك، ما تستناش حد يدفع لك، لو الشركه تدفع لك رائع، لو ما يدفعلكش خلاص تروح انت بنفسك، هتكلفك حاجه، ولكن لو قريت 5 3 كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع. ما تقعدش تشيكي بس طول النهار تقول الحاله صعبه، ما فيش حاجه اسمها صعبه، الحاله صعبه لا لا انا ببص لها انها صعبه، في خلال ما انت بتشتكي في ناس عايشين حلمك انت، عشان كده لازم تتحرك، لازم تفكر بهذا الاسلوب. احنا اتكلمنا عن الدوافع، واتكلمنا عن الطاقه، واتكلمنا عن المهاره، هل ده كفايه عشان انجح؟ بدايه، لكن في حاجه ما عملتهاش انا، ما حطيتهاش في الفعل. لو عندك مهاره رائعه، لو بتقرا كل يوم 50 كتاب وما حطيتهمش في الفعل هتتجنب المعلومات دي كلها، عندك معلومات كتير هتعمل بيها المعلومات دي، لازم تحطها في الفعل. انا في وقت من الاوقات كنت في مونتريال وطلعت مجيب 20 دولار. وقلت للناس اللي ما حطيتين قاعدين في المحاضره يعني 500 600 شخص، قلت لهم مين عايز ال 20 دولار دول؟ كلهم رفعوا ايديهم، ما عدا في سيده راحت قايمه بصت شمال ويمين وراحت جايه جري عليا راحت واخده ال 20 دولار حطها في جيبها وراحت رجعت تاني قاعده في مطرحها. قلت لهم هو ده الفعل. الباقي كله عمال يفكر ياخد ال 20 دولار، نفسه في ال 20 دولار، دي قامت خدت ال 20 دولار ومشت. وطبعا وقتها بطلت على العمليه دي تاني لان كل مره اخسر ال 20 دولار دي مصيبه. فعشان كده الفعل 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 اللي انت تعرفه تحطه في الفعل. عارفين في قصه؟ شباب مع بعض في الجامعه، وكان في واحد متميز جدا باستمرار يقول لهم عن الاهداف وعن الاهداف وعن تحقيقها وتحديدها وازاي يعملوها، وبيتكلم جميل جدا جدا. كلهم اتخرجوا وهو سقط وعمال يسقط كل سنه وما بيتخرجش ما بيخرجش وهيترفد. اللي حصل بعدها بثلاث سنين فراحوا قابلوه قالوا له ايه الموضوع؟ انت كنت بتقول لنا، كنت بتكلمنا ازاي نقدر ان احنا نوصل لاحسن مراحل في حياتنا؟ قال لهم الظاهر ان دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرف اعملها كويس، الكلام. تعرف حد عارف هو عايز ايه؟ عارف يعملها ازاي؟ عارف يعملها امتى؟ لكن ما يعملهاش. تعرف حد المنظر ده؟ ده يتجنن. ايه السبب؟ يقعد يشتكي، يقعد يقارن، يقول لك انا احسن من ده، وانا اقوى من ده، وانا اذكى من ده، الفرق بينك وبينه الفعل. بيحطها في الفعل، ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخوفك؟ انت عارفين؟ في تحديات للفعل. ايه تحديات الفعل؟ اول تحدي للفعل هو الخوف. الخوف هو عدوك الاولاني، الخوف من الفشل، الخوف من المجهول، الخوف من الاعتراض، الخوف من الاستهزاء. ولكن عايزك تسال نفسك سؤالين. في ناس في خلال ما انا خايف عايشين حلمي، الحاجه اللي انا نفسي اعملها، في ناس عايشاها، طب دول عملوا ايه؟ الحاجه الوحيده انك تعدي النهر انك تعديه، مش تقعد بره تقول والله عايز اجس الميه، ولا يمكن يكون فيها مش عارف ايه، انك تعدي النهر، مش تقعد تفكر، لازم تعمل كده عشان تعدي الخوف عديه. لما تقعد تسال نفسك سؤالين، السؤال الاولاني ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي لو حطيت افكاري في الفعل؟ ايه اسوأ حاجه؟ وايه احسن حاجه؟ ده السؤال الثاني، ايه احسن حاجه ممكن تحصل لي لو حطيتها في الفعل؟ كان في شاب فرنساوي كان في كيباك وجالي في العياده هناك وقال لي يا دكتور انا عاوز اسافر على باريس وعمري ما سافرت بره قبل كده ومش عارف اعمل ايه. قلت له هسالك سؤال، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ السؤالين دول، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لك؟ قال لي مش هنجح. قلت له ايه اسوء حاجه لما تنجحش؟ قال لي هرجع هنا تاني على كيبك على كندا. قلت له ايه اسوء حاجه ممكن تحصل؟ قال لي ولا حاجه، هدور على شغل تاني وهشتغل. قال لي اسوء حاجه هتموت؟ قال لي لا. يبقى في الحاله دي ايه احسن حاجه؟ قال لي ولا هشتغل وهبقى كويس جدا وهبقى سعيد جدا في حياتي وهتماشى في حياتي. قلت له عظيم، ناوي تعمل ايه؟
قال لي تفتكر اسافر؟ قلت له انت اللي هتقرر مش انا. وراح مسافر. الكلام ده بقى له 8 سنين. الراجل ده دلوقتي عايش هناك وعنده اولاد واتجوز وتعلم لغات وبقى وتقدم، لانه لو كانش لو هو قررش انه يحطها في الفعل كان هيبقى تعيس طول حياته. ايه السبب؟ لان نفسه في حاجه ما بيعملهاش فهو يشتكي من ناس تانيين. عشان كده الفعل، الفعل هو اللي بيفرق بين واحد بين النجاح والفشل. الفعل بيفرق بين السعاده والتعاسه. الفعل بيفرق بين التميز والانسان العادي. عشان كده حط افكارك في الفعل من اول النهارده، واي صوت داخلي او اي حد يكلمك يحاول يبني عنك حاجه او حاول يبني عنك حاجه، اسمع. راي الناس فيك لا يدل عليك. لما حد يقول لك حاجه قول له رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. ولما اشوفكم المره الجايه ان شاء الله هنكمل افكارنا في الفعل وزي ممكن نحطها فعلا في الفعل، ازاي ناخد الفعل وافكاره ونحطه في الفعل. ومن اول النهارده عايزك خلي الطاقه بتاعتك عاليه، اتعلم واقرا على قد ما تقدر، روح محاضرات على قد ما تقدر، جمع حط ناس حواليك الناس دول يدعموك، ابعد عن السلبيين لان ممكن يمص منك الطاقه بتاعتك في الوقت الحاضر. بعد كده هنتكلم ازاي ممكن تتعامل معاهم، وبعدين حط افكارك في الفعل. ولما تحط افكارك في الفعل هتلاقي نفسك وصلت لاعلى مراحل النجاح في حياتك. ولغايه ما اقابلك المره الجايه ان شاء الله، عيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك. خلي ده يبقى اول فعل. عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بتطبق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دع الفكر يسبح دون حدود، دع النهر يجري بدون سدود، وحرر حياتك من اسرها، وعيش عيش حر بغير قيود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نجاح بلا حدود، ومحطات النجاح اللي وصلنا لها إن شاء الله لغاية ما توصل لمرحلة تقدر فعلا أنك تحقق أهدافك وتعيش أحلامك. وأول ما حطت كلمة فيها كلمة في الدوافع، قلنا في أصناف للدوافع، الدوافع الخارجية والدوافع للمعيشة والدوافع الداخلية، والدوافع بتدي لك طاقة. في أصناف من الطاقة. من أهم الحاجات بالنسبة للطاقة إن أنت عشان تاخد كل الطاقة مع بعضها، الطاقة الروحانية والطاقة الذهنية، عندك أفكار عايز تحطها في الفعل، والأفكار تدي لك طاقة والطاقة الجسمانية. عارفين يمكن تلاحظوا باستمرار، أنا بقول لك خد كوباية مية، هتلاقي عندي كوباية مية باستمرار أي حتة تلاقي ناس وأنا بتكلم أو قاعد في حتة كوباية مية. فأنت دلوقتي هتلاقي كوباية مية وأنت قاعد كده واشرب شوية شوية هتعدي الوقت بعد، هتلاقي نفسك خدت كوبايه بحالها، وهتلاقي نفسك اتعودت انك تشرب ميه باستمرار. فخلي الميه، لان جزء ده عارف ازاي، ما تخليش نفسك لما تبقى عطشان جدا جدا وصلت لمرحله الجفاف، فخلي باستمرار ميه قدامك. فكر انك تاكل احسن اكل، لو اكلت اي حاجه ما تلخبطش في الاكل، خلي عندك طاقه عاليه. فانت لازم يكون عندك دوافع وعندك طاقه، لازم يكون عندك مهاره. وكلمنا في المهاره، يبقى لازم تقرا على الاقل كل يوم 20 دقيقه، مهم جدا. انا كررتها دلوقتي اكتر مره، مهم انك تقرا كل يوم 20 دقيقه. عارف خد معاك، انت عارف هم كلهم 24 ساعة، كلنا فيهم، بيل جيتس الملياردير زي أي حد بيشتكي طول النهار، كلنا عندنا 24 ساعة، ما حدش عنده دقيقة زيادة، بس الفرق واحد بيعرف ازاي قيمة هذا الوقت، ما بيعرفش بالفاضي. عشان كده استغل قيمة وقتك، ده الوقت اللي ممكن تبص تلاقي ممكن يكون آخر حاجة في حياتك، تعرف استثمرها على قد ما تقدر. تعرف أنا شخصيا لما حد يديني ميعاد ويتأخر عليا، لو اتأخر عليا فترة مثلا 10 دقايق هسيبه وامشي. عارف ليه؟ لان الوقت بالنسبه لي فلوس، انا مش هقعد اضيع وقتي على الفاضي. لو هو مثلا لو اتاخر عليا كلمني في التليفون هستناه، لكن لو اتاخر كده وخلاص، لان انا بحترم الناس، بحترم وقتك. لان لو احترم بفرض انا نسيت اديت لك ميعاد وتاخرت عليك نص ساعه وانت مت في النص ساعه دي، انا احس بايه؟ وانت ضيعت الوقت اللي فاضل لك في الدنيا معايا انا؟ فده مش مظبوط. عشان كده بقول للناس احترموا اوقات بعض، ده الاحترام ده في منتهى القوه، خليه تبقى قيمه عليا بالنسبه لك. فبص تلاقي الوقت مهم جدا، استغل هذا الوقت، خلي وقتك باستمرار، استغله، اقرا، اسمع اشرطه سماعيه في السياره، خد فيديوهات اتفرج فيها، لو انت مدير خدها فرج، اتفرج على فيديو من الفيديوهات التعليميه في التنميه البشريه مع العمال بتاعك، هتبص تلاقي الاجتماع بتاعك رائع، اتفرج عليه في البيت مع الاولاد، اكيد كلكم في نفس الجامعه، في حاجات بتشترك فيها، ساعات نقعد مع اولادنا يمكن مش لاقي حاجه نتكلم فيها، فدي حاجه ممكن تتكلم فيها لان اشتركنا كلنا فيها مع بعض. وبعد كده روح امسيات، روح محاضرات، اخرج بنفسك. هتبص تلاقي حياتك كلها عباره عن تجربه جميله من السعاده بالتنميه البشريه، بتنمي نفسك. في حاجه مضايقك اقرا فيها، عاوز تنزل وزنك اقرا. انا في حد قال لي، الراجل ده اسمه لانو بورلاندو، كان مثل الاعلى، كان رئيس مؤسسه اسمها كده شركه من شركات الفنادق اسمها سي بي هوتيلز،
الراجل تاني يقول لي عايز توصل للسعاده، اقرا عن السعاده. كل ما تقرا عنها هتلاقي نفسك دخلت جواها، حتى لو ما عملتش كل حاجه بس هتعمل بعض الحاجات. عايز تتعلم النجاح، اقرا عن النجاح. عايز تزود دخلك، اتعلم ازاي تزود دخلك. اي حاجه موجوده اتعلمها وحط نفسك في هذا المحيط، هتلاقي نفسك شويه 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 بتفكر كده. ولو عندك تفكير سلبي بيسرق منك الافكار الايجابيه، وده شويتك على الفاضي. فالمهاره كده. وعارف من ضمن الحاجات بالنسبه للمهاره، خلي حواليك جروب. لما تروح المحاضرات دي والامسيات دي والدورات دي هتتعرف على ناس خارجين هم كمان عاوزين يحسنوا نفسهم، اتعرف عليهم. تعرف على واحد ولا اتنين ولا تلاته بالتليفونات، لما انت تطب والطاقه بتاعتك تقل هو يرفعك. اتقابلوا على الاقل مره في الاسبوع. انا كان عندي صديق اسمه ألان لاروش، الراجل ده كان مدير جورنال من الجرايد اسمه سان لوران موجود في مونتريال. كنا كل يوم اتنين اللي هو بدايه الاسبوع نفطر سوا، وبعدين اقول له ألان ايه رايك في المشكله الفلانيه، مش عندي مشكله، في المشكله الفلانيه ايه رايك فيها؟ كنا نشوف حلين. واستمرينا احنا على كده، وبعدين دخلنا واحد ثالث واحد رابع. النهارده الجروب بتاعنا هم 8. تخيل انت لما تقعد وفي مشكله معينه وفي 7 حلول قدامك واحنا عمالين نفطر، فحاجه جميله جدا. اعمل لك ناجي بالمنظر ده، بدل ما الناس تقعد تتجمع وتكلموا في حاجات خايبه ودعواتهم على الفاضي ونميمه وغيبه وبتاع، لا تكلم في اهدافك، تكلم في اهداف بعض، ازاي ممكن نكبر بعض بدل ما دعوات على الفاضي. ادعلك مثلا شباب، واحد يقول لي تعرف يا دكتور لو اتخرجنا ما فيش شغل. تعرف حد اتخرج وعنده شغل؟ اه في. طب ايه اللي خليك تركز على ما عندهمش شغل؟ وبعدين انت دور ولا ما لقيتش دور تاني، لو مش دور تاني لغايه انت لغايه ما تلاقي. هو ده الغرض، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع الله اجر من احسن عمله، بس لازم اجر مين؟ من احسن عمله. لازم تحسن العمل الاول، لازم تتحرك الاول وتحطها فعلا في الفعل. عشان كده المهاره بتحطها في الفعل، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. الفعل كل شيء، الفعل هو كل شيء. ده الفعل بيفرق بين النجاح والفشل. اتكلمنا المره اللي فاتت عشان احط في الفعل، اللي بيوقفني هو الخوف. من ضمن حاجات الخوف ان انا اسال نفسي سؤالين، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ وبعدين اللي موقفني واتعلم ان انا احطها في الفعل. تعرفين اول ما بدات اجي الشرق الاوسط من حوالي 13 سنه، في ناس كتير قالوا دكتور نفسنا احنا كمان نكون مدربين. قلت ممتاز. طب ايه اللي موقفك؟ والله اصل انا بشتغل شغلانه. خلاص التغيير ممكن يحصل، يا اما تغيير شامل يا اما تغيير تدريجي. انا عملت تغيير تدريجي شويه شويه لغايه ما عملت التغيير الشامل. النهارده معظم الشركات اللي موجوده شركات التدريب بداوا كده، بداوا من الصفر وبعدين تدريجيا كان بيشتغل في شغلانه لغايه ما قدر وكان جاهز راح سايب وبدا يشتغل في الشغلانه بتاعته. لو انت بتشتغل في حاجه مش مبسوط منها لازم تتعلم طبعا، لان بيدولك فلوس، بالفلوس دي بتاكل بيها عيش، فلازم تاخد بالك، لازم تديهم اكتر من حقهم وتاخد طاقه ايجابيه وروح بيها في شغلانه جديده، وجهز نفسك للي بعده، وما تقعدش تشتكي طول النهار لانك هتكبر على اللي انت فيه. لو بتلوم هتبقى لوام رائع، لو بتشتكي هتبقى بطل عالم في الشكوى. ما ضيعش وقتك، المخ هكبرك على اللي انت فيه. دي حاجه انا اكتشفتها من 3 سنين، ان العقل البشري يبني على اخر تجربه، مش كده بس، يدعمك على رايك. لو انت بتتكلم وبتشتكي المخ هيدور لك على التدعيم ويدعم لك رايك تفتكر انك صح. بس مين هي؟ هو مهم انك تكون صح او تكون غلط، ولا مهم انك تكون سعيد في حياتك ومستمر من غير ما تاذي حد؟ بالعكس، تكبر اللي حواليك كمان. عشان كده الفعل، الفعل. اسال نفسك باستمرار ايه اللي انا عايز احطه في الفعل، ازاي ممكن احط اهدافي في الفعل. هقول لك على خطه بسيطه جدا عشان فعل. اول حاجه اكتب هدفك، اكتب عايزه ليه. الاسباب بتدي طاقه، بتدي رغبه. وبعدين من اول النهارده حط هدف في الفعل يوميا شويه شويه. انا بسميها استراتيجيه ال 10 سم. يعني كل يوم حط هدفك 10 سم في الفعل. يعني ايه 10 سم؟ عايز اتعلم لغه جديده، نفسي اتعلم لغه جديده، اول 10 سم ارفع سماعه التليفون، كلم معهد من معاهد اللغات، ادي 10 سم، مش عايزك تعمل اكتر من كده. تاني 10 سم انزل بنفسك، روح المعهد، اسمع، خد البروشورات بتاعتهم، اسال اسئله هناك، ادي تاني 10 سم. تالت 10 سم خد القاموس، احفظ منه كلمتين ثلاثه كل يوم، اعرف الكلام ده، وبعدين اتفرج على مثلا برامج باللغه اللي انت عايز تتعلمها. كل يوم 10 سم هتلاقي نفسك دخلت جوه اللغه وبتتعلم. بس ادي نفسك الاسباب، كل ما تطب اقرا الاسباب تاني، اقرا الاسباب خصوصا قبل ما تنام، خلي المخ يشتغلك عليها طول الليل، واعمل على كده هتلاقي نفسك اتعلمت اللغه دي. ولغه تساوي بني ادم، لغه تساوي بني ادم، بتتكلم مع حد ما يعرفش لغتك، انت تعرف لغته، فانت عندك لغتين بدل واحده. كل لغه بتساوي، عاوز تتعلم كمبيوتر ما عنديش مانع، اتعلم بنفس الطريقه، اسال على الشركات اللي موجوده، اسال ممكن هتكلفك كام، ممكن تتعلم ايه دلوقتي، ممكن تشتري ايه من كتب ممكن يدعمك ممكن يساعدك. اي حاجه عاوز تتعلمها، اي حاجه عايز تحطها في الفعل، ابدا بالمهاره، وبعدين حط نفسك في الفعل كل يوم 10 سم. عايزك تستخدم استراتيجيه كما لو. يعني ايه كما لو؟ لو انت حطيت ذهنك في حاجه وكما لو انت فعلا حققتها و10
وحطيت معاها شعورك واحاسيسك، المخ ما يعرفش الفرق بين حاجه حقيقيه وحاجه مش حقيقيه. الدليل على كده، فكر في حاجه مضايقك، هتلاقي نفسك متضايق. هل دي حقيقيه؟ هتقول اه حقيقيه موجوده. طب بعد كده لما تنتهي وتختفي وتتصالحوا كانت حقيقيه؟ مش حاجه اسمها حقيقه، في حاجه اسمها واقع بالنسبه لك انت بس، ادراكك انت الواقع. فانت لما تغير تركيزك وادراكك كل حاجه ثانيه تتغير. فما ضيعش وقتك، ما ضيعش وقتك، خلي وقتك باستمرار محطوط في الفعل الايجابي اللي يناسبك. تفكيرك ايجابي يتحط في الفعل الايجابي. عشان كده من اول النهارده عايزك تحط دي في الفعل. يعني ايه في الفعل؟ اهدافك فين؟ عارف انت عايز ايه؟ اكتبها. الانسان اللي ماشي من غير اهداف اكنه بالظبط، عارف انسان من غير هدف عامل ازاي؟ انسان من غير هدف زي مركب من غير دفة. تخيل مركب من غير دفة هتروح فين؟ هتنتهي على الصخور. انت نفس الشيء لو انت ماشي من غير هدف. فاكرين فيلم اليسن في بلاد العجائب؟ اليسن في بلاد العجائب، اليسن في بلاد العجائب، وهي بتسال القطه اسمها سوشاير بوس، بتقول لها قولي لي ايها القطه اروح فين من هنا؟ قالت لها توقف، انت عايزه تروحي فين؟ قالت لها ما اعرفش. قالت لها يبقى اي طريق يوديكي في ما اعرفش. هي كده، طالما انت مش عارف رايح فين يبقى اي طريق يوديك هناك. فما تزعلش بقى لما تلاقي نفسك متلخبط في الدنيا، اكتب اهدافك وحطها في الفعل شويه شويه، 10 سنتي في 10 سنتي في 10 سنتي، هات نفسك من غير ما تحس نفسك عايش حلمك، هات نفسك جوه اهدافك. وساعتها لما تعدي وتبص وراك تقول الله، ده انا فعلا عايش حلمي، ده انا فعلا جوه اهدافي، لانك حطيت قدراتك في الفعل، خليت مخك واسمك وعقلك وكل اللي عندك تحطه في الفعل، تستخدمهم معاك، تستخدمهم في الفعل. ومن اول النهارده حط افكارك في الفعل، ما تضيعش وقتك على الفاضي. خد بالك من ان هم بيتكلموا في عارف لما يكون حد سلبي قدامك وعمال يتكلم بطريقه سلبيه، ما تضيعش وقتك نفسك مع ما تضيعش وقتك مع الناس دول. وما تقولش هدفك وحلمك لحد انك عاد تكون بيدعمك، خليها لنفسك حطها في الفعل. انا كنت عايز اكون مدير عام، فكرت ممكن اوصل لها ازاي؟ وصلت لها، وهنتكلم بعد كده في الواحد ممكن يوصل ازاي لاحلامه. فمع بعض باستمرار، خلي عندك اهداف، ركز على اهدافك هتدي لك دافع، والدافع خلي عندك طاقه. خد بالك، اشرب ميه باستمرار، خلي الطاقه عندك ممتازه، كل احسن اكل، كل سلطات كتير، كل فاكهه كتير، وتنفس مظبوط، وحرك جسمك شويه، حرك جسمك مظبوط، خد لك عجله اتفرج بيها على التلفزيون لو عايز. وتلاقي حياتك كلها عباره عن تجربه من المهارة. اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، انزل روح محاضرات، اسمع، حط شرايط سمعيه بالنسبه لسيارتك، وخد المهاره دي وخد كل اللي ده وحطه في الفعل كل يوم 10 سنتي لغايه ما توصل انك تحقق اهدافك وانك تعيش فعلا احلامك. وقت ما اشوفك المره الجايه في محطه جديده من نجاح بلا حدود، عيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان والحب لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتعرف نفسك؟ إن مداها مع العمر يمضي بعيدا بعيدا، تغذ المسير لعلك يوما تلاقي حياتك أيام عيد. فعشها إذا، إن قد فعلت فأنت بلا شك ذاك السعيد.